السلام عليكم ومرحبا بك الاولاد في ملتقانا في المحطه العاشرة. بالليل حقت علينا المحطه العاشرة. بالليل اخويا تحيه لكل واحد تفرج على المحطه التاسع وجي للعاشر. ما هي عرفت واسمع تو كملت انت العاشر وقلت لك الحقت فعلا. انت ممل حبك. انت ممل 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 وقت اللي يجي يقول لك راك ممل تعطي هيك حاجه تلعب على العاطفه تشد ما تلقاه ترمي بالرسم يا اخوي. الناس اللي معانا بالرسمي والله تبع فيهم واحدة واحدة ما شاء الله على كل واحد خوي خصم فهمتني كملهم معاش تخلوا نحب ننقطك يعني نحب ننقطك حسنوا الولد نمشي نسمعوا غلطة التراك العاشر الارتيزان في الالبوم. وكما قلنا لكم الولد راه هو مرتب الالبوم على مخه واحنا نمشي بترتيب التهبيط اللي قناهم في اليوتيوب بمخه باه يعني هو ما فاهم اني والله فاهمك وحاس بيك وبرنا انت معاش تعمل كومنتات مال بتربي معي. ليتس جو مامي ليتس جو ليتس جو. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا اكبرك اللي يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك تدري حسبها مره باقي لغة حرقة وشيخة في سد ومبت البر فيخ لي ولد أختي مهمش نحسك مهمش برا هو فما أربعة تراكات ضايعين راه ريتا عنا احنا هذا العاشر هما ريتا ناهم اللي سمعنا همش احنا سمعنا الثالث هذاك هو وديدين بالوحدة فما هذا فما الرابع عنده هو والخامس والسادس عنده هو دوك ما سمعنا همش برا فما ثلاثة ضايعين في الوسط ولا مرة ضي العاشر يا 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 بدري كين استنى لهو جيش يا ملقيته شوية ايوه ايه ايه يوين اخونا يوين اشتغني ولا مزلت نسيري تبي في قريب تستنان قريب تلقانا في الظلمة غلطانة والدمة كالي في كيبابلو سب أصحابو كل حاسب نيكي باكنا ساكادو دكات لاص هاتفي ديماغنا في ديقارو بارمو صحبي مول بارنوط. شفت القامة متاع الصوت لطاوه هيك تلمو مسترسل لطاوه هيك شفت القامة متاع الصوت اللي تخل بيها خشينا يطيبو علو فارلو ايها ايه هبالي غلطان بيا ايه دي دي ايه هبالي غلطان دي ايه هبالي غلطان تيا ولهني الفايب الطلعة اللي طلع بها كسح في الطلعة مش عادي مش انا مش عادي دي ايه هبالي غلطان دي ايه حتى غلطان ديرها ولا انتيا دي ايه I speed like I speed like Sonic مش ديستراك صوري واحد ما جاني في الطريق فوق البيت كلاك صوري طوني تعبيضة والبوضة تعبيرات مقودة كريماتي دوب تلقاني منكيرات الفوضة مالا تكنيك قال لك اخونا سوري للديستراك ما ندسش ما نعطيكش ما نكلاشيش ما نعطيكش القدر هاك العب لك على الريمات نتاعه وعلى التكنيكات نتاعه وريبريزنت روحه ولنا بي كانت ضوضاء تشفو الاوضاع كي اللي قل فلوضاع غوغاء صاحبي الناس مقودة ايه ديا ايه هبالي غلطة نديا ايه هبالي غلطة نديرها نديرها عبالي غلطة نديرها قلت لك شنتية ولا نديرها نديها اللي تبالك غلطة نديها نديرها اللي تبالك غلطة نديرها وتو طحناني فيه خلي دخلنا الفايت تبدو بالكود دنيا فاكين بودا الولد في الكور خرجة طبي طعيد فاك الدولة مالنا باب بالكور في كارتيك حاطين كوني كود صاحبي فاك دي بوجة والحنوشة خلي دخلنا الفايت تبدو بالكود دنيا فاكين بودا لنا دخلنا الفايت بالدزة والكود بوجة والحنوشة خلي دخلنا الفايت تبدو بالكود دنيا فاكين بودا الولد في الكور خرجة طبي طعيد فاك لما نبت بالكور في كارتيك حاطين كوني كود صاحبي فقدي بوجه ونحنوشه انديا ايه عبالي غلطة انديا ملا فايب بالله بالرسمي يعني لهني في تراكيت كما هيك في تراك كما هذا نلقى روحي عندي الحق اللي يعني ما نفهموش بالله اسمع كيش يقول نديرها انديا ايه عبالي غلطة انديا
ليت لك سونج يعني حتى لو غلطة ندير حتى لو غلطة نديرها حتى لو كان غلطة نديرها بيه كان الفايب هذيك اللي تحكي عليها ما طعمتهاش ما نعرفش عليهاش حسيتها مش مألوفة عنده جملة ساما ما عندوش حتى عجبتني حاجة عجبتني بالعكس عجبتني على أذواق أذواق نديرها أذواق. عندي غلطة نديرها حاسيلو الأولاد هذه تسمى هذه نورمال مو أقصر رياكت في تاريخ بوسعادات الألبوم هذا يحكي في برشا تكسير الأرقام فهمتني تعداوا للي بعده نتعداوا للترك 11 الأولاد هذه غلطة ترك 11 جنوية ما حتى 11 ترك غلطة فيها فيها كلمات باهين حسيناهم شديناهم وفي نفس الوقت حسيت اللي التكنيك والتراك ككل استفزني اكثر من اللي استهواني عرفت شنو معناها كلي ما نجمش اقول عليه احسن حاجه من اللي سمعناه به حسيلو الاولاد نمشيو للمحطه 11 نتلاقاو غادي ليتس جو حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت اقوك العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا اكبرك اللي يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت اقوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك تدري حسبها مره باقي لغة حرقه وشيخه فسد ومبت البر